تعالوا النهاردة نجرب آيس كوفي مراعي دينا. الآيس كوفي ده أنا بجربه أصلا بقالي سنة وبحبه جدا جدا، ولقيت إن هو ينفع جدا جدا في الشتاء، إن أنت لسه بقى هتقوم تعمل آيس كوفي في البيت وكده، لا أنت ممكن تجيبه جاهز على طول وتجربه، وعلى فكرة طعمه خرافة جدا جدا. أو اللي هيسأل عن النضارة والكلام دي، النضارة من غير عدسات سعرها 7 جنيه، واللي هيقولك 9 واللي هيقولك 10 والكلام ده هو بيضحك عليك. انا بجيبها من جامعة حلوان ب7، موجودة في كل حتة يعني، بس انا بحب وانا رايح كده الجامعة اقوم جايب لي كده واحدة ايه تعديل المزاج. وبرضو كنت بجيبها برضو اوقات برضو الامتحانات، كنت بجيبها يا باشا وانا بامتحن كده يا باشا قدامي، افضل اشرب وحل وشيل واسقط واشرب وحل واشيل واسقط وكده يعني. في طبعا حاجات طبعا تانية كتير جدا جدا، زي في بلح باللبن وفي حاجات كتيره جدا جدا، ولكن انا ما كنتش بحب البلح باللبن بصراحة، بحب الايس كوفي منهم يعني. فهو المفروض ترجه كويس الاول. نفتح بقى، ايه ده؟ هو ازاي فار اصلا؟ في حاجه غلط. ايه ده يا جدعان؟ هو في حاجه غلط، لان هو اصلا مفروض صودا ايس كوفي عادي، وريحته وحشه جدا جدا وقوام وحش جدا جدا يعني. انا مش اول مره اجيبه اصلا يعني. يعني قوامه تقيل جدا جدا، فانا جبت حاجه تانية طيب ولا ايه؟ ايس كوفي كلاسيك عادي مراعي دينا. ثواني انضف المكان لان المكان باص خالص، وهرجع لكم تاني. الموضوع كان مبهدل خالص هنا، وانا حاولت ان انا اروق الدنيا، ولكن انا يعني مش عارف، انا عايزك تشوف شكله عامل ازاي يعني. اصلا هبص تحس ان هو عامل زي الزبادي كده، واول مره حرفيا يحصل حاجه زي كده معايا. زائد كمان ريحته صعبه قوي قوي. انا مش اول مره اجربه، انا مش اول مره اجرب مراعي دينا، او مش اول مره اجرب اصلا منتج من مراعي دينا، او مش اول مره اصلا اجرب اصلا ده عموما يعني. ده مثلا ممكن يكون المره العشرة ولا 11 واول مره يحصل معايا كده. المفروض انا طالع ان انا اقول لكم ان هو جامد جدا جدا ولازم تشربوه صعب قوي، ريحته صعبه قوي يعني. انا عايز حتى ادوقه، حتى الموضوع صعب جدا جدا. معرفش ممكن يكون تاريخ الانتاج يعني، انا مش فاهم ايه المشكله. انا مش شايف عليه تاريخ انتاج او تاريخ صلاحيه ولا اي حاجه خالص يعني. كل اللي مكتوب عليه ان هو الصلاحيه 7 ايام. طب هو بقى اتعمل امتى ولا اي حاجه؟ مش مكتوب عليه اي حاجه خالص. ولا انا ما كنت جايبه من عند راجل كان سليم، كان كل حاجه تمام، ما كانش فيه الكلام ده كله. انا كنت جايبه امبارح ما لقيتش بقى اللي حصل ده كله، فمش هقدر اشربه يعني. هو اصلا شكله باين، شكله عامل زي الكريمي كده شويه، وده مش ايس كوفي اصلا، ده زبادي كوفي اصلا، مش ايس كوفي خالص. لا 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 صعبه. انا كنت طالع والله عشان اقول لكم يعني هاتوه، جامد جدا جدا. لو حد عنده سبب علمي او غير علمي، اي سبب هو ليه حصل كده، او اي حد مثلا من شركه مراعي دينا يكلمني اي حاجه يقول لي ليه حصل كده معايا، في داهيه 7 جنيه. لكن حرفيا هو كده بايظ، هو ده كده بايظ حرفيا. وده كان الفيديو بتاع النهارده بتاع ايس كوفي مراعي دينا، وكالعاده دوسا كوتش. السلام عليكم.